هؤلاء ليسوا بصدد التحضير لبطولة رياضية، وإنما عينة من مختلف الأعمار جمعتهم صفحة على الفيسبوك تشجع على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان. Alors ça a commencé sur Facebook. Il y a une page Algiers Run Team. شحال وانا حابه نكون معاهم. صحت لي هاد المره une occasion قلت ما نعطيهاش. J'ai fait un grand courage. ثم pendant رمضان انا ما نبوجيش من الدار. Mais je me suis décidée. قلت je tente mieux que rien. موالف رمضان عليك بو كاع راكدين غير قاعدين. مع Algiers Run Team نديرو ديز اكتيفيتي ومليحه نورمال نحس الواحد روحو صح يتعب شويه قبل الفطور مي Après le temps normal, je fais du sport les autres jours, mais c'est la première fois que je fais du sport pendant Ramadan et ça se passe très très bien en fait. ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان ساعات قليلة قبل الإفطار هو خيار القائمين على هذه المبادرة، والذين يسعون لتأطير الشباب من خلال برنامج يتماشى وحالة الصيام. برنامج تاعنا ناطروا سيسيون بار سيمان. طروه سيسيون بار سيمان عندنا اثنين عندنا الاربعاء عندنا السبت. هذا برنامج بالنسبه لشهر رمضان. عندنا انا بريباراسيون فيزيك شغل عفسه ماشي فريمون بريباراسيون فيزيك جينيرال شغل كبيره ولا بور لي ديبيتون لي جامي جراو بوكو بيس كو هما اللي ميتون اكثر. عندنا دي كوتش يعني اللي هما اللي يمارسوا رياضه مع لي كوتش هما اللي يمنيو لهم كلش. عندنا لي مينور دالي اوسي. عندنا نقسموهم من طروه سي جروب اون جينيرال لي ديبيتون يجرو مع كيف كيف لي انترميديير ولي زيليت. وإن كانت تعزيمة هؤلاء الشباب كافية لممارسة تمارين رياضية متعددة وهم صائمون، إلا أن الأطباء ينصحون باتخاذ تدابير صحية خاصة خلال رمضان. لازم نمارسوا الرياضة قبل سوايع قلال يعني ساعة ولا ساعة ونص قبل الإفطار. الحاجة الأولى اللي لازم قبل ما يمارس الرياضة يروح يقلب الضغط الدموي تاعه، هذه واحدة. ثانيا ما يقومش بعمل يومي، يعني ويحوس في شهر رمضان راح يقضي على غير ممارسة الرياضة طول العام 11 شهر يحب يمحيهم في شهر. وثالثا لازم شرب الماء، راني نقول شرب الماء. ممارسة الرياضة واتباع نمط غذائي صحي في رمضان أو في غير رمضان من شأنه تقوية الجسم والمحافظة على توازنه.